السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مهارات الإتقان ضروري إنه نحضر الدرس، فعملية تحضير الدرس ماذا تعني؟ لما أقولكم إنه عندنا صفحات وببعث لكم على الجروب إنه بدنا نحضر هذا الدرس، ماذا يعني تحضير الدرس؟ تحضير الدرس عندنا واحد، أول شيء بدنا نعرف الصفحة اللي مطلوب منك إنك تحضريها. طيب، في الصفحة اللي مطلوب منك تحضريها هي المطلوب منك تتدربي عليها بكثافة بكثافة، لأنه أنتم ملاحظين إحنا موجودين في مجموعة، فبالتالي مجموعة الطالبات كل واحدة حتقرأ صفحة، لكن أنت محتاجة تتدربي بكثافة على صفحتك بحيث تعملي كل إشي تعلمتيه في الإتقان موجود في هذه الصفحة في البيت. اثنين، التدرب بيكون مع الدكتور أيمن السويد، حنختاره إحنا لتسجيلات تسجيله الصوتي أيمن السويد، حنختار تسجيله من إما من النت أو من تطبيق، بفضل أنا من تطبيق لأنه بيمسك آية آية، يعني بتقدر تعيد الآية مرة مرة. النت هيك السهم، تحريك السهم يمين يسار مرات بيغلبنا شوي، بس كعموم أنا بدي دكتور أيمن السويد بدك تتدرب على الآية، بدك تتلو الآية معه بتلاوة صوتية نفس الزمن، بسموها الموائمة الصوتية، الموائمة الصوتية أو synchronization، يعني انت بالضبط عم تقرأي معاه بنفس أزمنته. فإذا مرينا على حرف ساكن تذكري موضوع انه هذا رخو ولا متوسط ولا متوسط بيني او رخو او بيكون شديد حرف شديد، فبالتالي انا بدي اعرف انه كيف يقف على الحرف الساكن، بدي اعرف كيف يقف على الحرف المشدد او قديش بعطيه زمن. طيب، خاص هون خاصة بدي اهتم بالحروف الرخوة. طيب، هون بدي اهتم خاصة بالحروف اللي فيها غنة مثلا او فيها شدة بعد مد، اللي بتكون عندنا مد لازم ثم شدة، هدول كيف عمل صوت الحرف بعد المد حتى يظهر هذا الحرف المشدد، اذا وقف على حرف مشدد كيف وقف، اذا كانت الشدة جاي باخر الكلمة كيف وقف على هذه الكلمة. طيب، فالموائم الصوتية يصير صوتك مع صوته بنفس الزمن وبنفس الأداء. طيب، بدي أنتبه كمان لموضوع إنه كيف يحكم، طبعا يحكم الحركات، مرة تانية يحكم الحركات يعني إتمام زائد إكمال الحركات، كيف يحكم الحركات خاصة عند تحول التفخيم والترقيق والغنن، يعني كيف كل حركة بعطيها قبل ما يوصل للتفخيم، قبل ما يوصل للحكم، إذا كان في حكم، إذا كان في عنا غنة، إذا كان في عنا أي شيء تغير. عادة الحركات المتوالية سهلة، كتابة سهلة، أما أنا بدي إياها حول التفخيم، حول حكم، وجود حكم إدغام، حكم إقلاب، حكم غنة، كيف يستطيع أن يحكم الحركة بالضبط قبل هذه الأحكام، كيف يتحول من مفخم لمرقق، تخليص المفخم والمرقق، هذا مهم. فبالتالي أنا بدي توائم صوتي، يعني بتضلك تدرب معاه لحد ما صوتك مع أزمنتك مع أزمنته. كمان من الأشياء اللي بدنا نتدرب عليها هي محلات الوقف تاعته، فقلنا إذا كان يتلو في آية وجدنا أنه في بعض الآيات، اليوم عملنا التدريب يجينا شفنا وين وقف، وجدنا أنه بعض الآيات الطويلة اللي مواضع الموقف فيها بعيدة وقف هنا مثلا وابتدأ من هنا. طيب، فبنحط هاي العلامات بنضيفها لمصحفنا، فبنضيفيها للمصحف. ومش بس هيك، احنا لما الطالبات ان شاء الله باذن الله يقرأوا، كل وحده بنقولها اعطينا علامات الوقف قبل ما تبداي تتلي، على اساس انه يمكن انت في عندي في الحصه تتلي الصفحه اللي انت حضرتيها او اللي ما حضرتيها، بالفكره انه لانه الاخوات رح يقرأوا انت حتتعلمي منها. طيب، بعدين في التحضير ايضا بدي كمان تحضير اذا في اي احكام خاصه، مش الاحكام العامه، يعني اخفاء عنا كثير، ادغام عنا كثير كذا، انا بحب الاحكام الخاصه، مثلا الفرشيات، المقطوع الموصول، التاءات، الكذا، اي احكام خاصه وجدتيها في الصفحه تعطيني اياها. في كمان اعطيتكم انا مصحف تجويد، طيب، مصحف على هامشه التجويد، مش مصحف تجويد العادي اللي هو ملون الحروف، لا، مصحف تجويد فيه هامشه، فيه هامش تجويد، هذا إن شاء الله تعالى تستخدميه تتأكدي أن الأحكام كلها بتجيبيها. فعملية تحضير الصفحة نحتاج نعمل هاي الأشياء مع بعض بإذن الله تعالى. بارك الله فيك.